هلا يدي ما قبل هلا عصابي يا اخي اش تسوس كلمة اسحبني جيد يا قبيلة صافي سمو سمو فعلى بركة الله متابعي قناة شوف تي في صدق او لا تصدق قصة اغرب من الخيال هنا في القدس ثلاثة متابعي قناة شوف تي في كنسمعوا على ناس في القدس ثلاثة واصدقاء ديالنا في القدس ثلاثة وتحية لشركة فوغال متابعي قناة شوف تي في قصة ديال الحسن لشهب بعد ما كان بخير وخمير وبعد ما كان خدام بعد ما كان عنده ما نقولوا مع خياطة او مصنع صغير للخياطة اصبح متشرد متابعي قناة شوف تي في هذه الحالة اللي غادي نهضروا عليها دابا ني غتودل المغرب هذا النار غادي نوريكم الوجه الحقيقي ديال بزاف ديال التوازة اللي عايشين اقولها تحت الفقر المدقع هذه هي الصحافة الصحافة هي تعطينا الواقع العمق شنو فيه الصحافة ماشي هي التضليل فالحسن هذا الاخ ديالو قلب له حياته راسا على عقب متابعي قناه شوف تي في ما نقدرش نعطيكم الاحداث غادي نمشيو نسمعوا وتشوفوا انسان بعد ما كان بخير وخميره تولى عاش في الزنقه خي الحسن احنا جينا عندك وبدا لي من الاول اخي المشكل اللي عندي هو نسى التليفون راه شاعل هذا غير حيله هكا ولدي شد هذه عين نسى التليفون راه شاعل انا كنصورك عاود لي كلشي من قلبك دابا انت كتشوف انا وريتك الدار ياك وهاد الدار هي السبانه اللي بنيتها وحتى تزوج 2007 ودرت جوج دراري وكذا وشردوهم عرفت كيدير هاد السيد اللي بدا لي هاد الدار دابا كنعيش انا غير في الزنقه شكون هو اللي شرد؟ هاد الشاب عبد العزيز خاي هو خاك واخا بلا ما تعاود لنا السميه هذا خوك شردك قلتي هو اللي شرد كيداش شردك من هاد الدار؟ ما عرفتش كيداش على المراه والدراري ولا صيفطني للحبس انا المره الاولى 2015 انا عمري دخلت للحبس وليت كندخل 2015 2016 نخرج ندخل 2017 عاوتاني وليت رجعت دابا ما بقيتش كنقدر نجي للدار وشكون اللي عارف انا ما عرفتش علاش كيدخل لي الناس حتى كنسيب مجموعه ديال الكراج دابا داير لي الكراج داير لي المواكن الخياطه داير لي تسوب الناس داير لي الحوايج ديالي وديال الدراري ما عطاوني حتى حاجه هاد الناس ما عرفتش انا شنو المشكل بيني وبين هاد الدار انا اللي بنيتها 4 سنين هو كيفاش من 2000 وانا اللي مسيفتو لفرنسا هذاك راه غير صغير انا اللي كيعرفوني في الثمانينات خياط في جهاد قديم يا دابا انت خياط وليتي كتنعس غير في الزنقه غير في الزنقه دابا دير 4 سنين ملي خرجت من الحبس اللي خرجت من الحبس وانا شي في الزنقه كتنعس غير في الزنقه 4 سنين كما كيلقى شي شجره مسكره كيدخل عندي شويه على الحسن غير شنو شتي عليه شنو شتي عليه انا كنعرفهم شحال هادي لحقاش ولد قدس الساس كنعرفهم من يامات 2006 2007 كنساكن في هاد الدار هادي هي والوليدات فهمتي هو الوليدات ديالو كان مازال داك الساعه الحسن فين هاد الحسن دابا اللي كتعرف وما عرفناش حنايا حتى بدا كيدخل الحبس كيخرج شي شويه ساق ولا كيباس غير برا يعني في شهر واحد شهر جوج كتلقى من تحت شي شجره كتلقى الحسن من تحت من ما عرفش والولاد ديالو تشتتو عائلته تشتتت وكل مره وكل مره كيديروا له شي كيديروا له شي لبق باش كيهودوه للحبس المره الاولى دخل للحبس وخرج رجع للدار عاوتاني المره الجايه عاوتاني دخل للحبس وخرج المره الرابعه دخل للحبس خرج ما لقى لا دار لا والو قال الولاد ديالو كل واحد فين مشى هو دابا البنيسه ديالو ديالو ما عرفهمش فين راه هذا الانسان هذا كيفاش هذا ماشي انسان اولدي حيد انا ساكت ها دار بالله انا كيستافد منا حتى واحد كيستافد منا حتى شي واحد ها ودابا هذا السيد هذا فين هذا ماشي انسان هذا كاينش انسانيه في هذا الفطور مسكين ما كيلقاش ما كاين لا فطور لا والو ما الدراري ما دبرولوش من هنا من هنا ما عندوش منين يفطر وداك الوليدات نقولوا ها هو راه يعني اللاج ديالو مشى وداك الدراري الصغار كيدي يدير معاهم الدري في عمره 10 سنين ولا كي كيسكن في خيريه خايف فرنسا 26 كان 56 ولا 56 يا اخي يا من تتواجد باوروبا الاخ ديالك راه كينعس غير في الزنقه لمده 4 سنوات والاخ ديالك راه كيفطر انت راك كتفطر ما هذا راه غير كيمثل بانه كيفطر يا اخي ما نويت انني كمراسل شوف تي في او عبد الله انني نجي القدس ثلاثه ونسمع هذه القصه الحزينه حشومه وعيبوا على الخا واحد الدنيا عرفناها لكن دار كاتريام ايطاج ما غاديش نبينوها حانوت عندك داك هذا في ديال الخدمه ديال الضريبه الضريبه المواكن حتى حاجه هانتوما السي هذا السيد هذا بالضريبه ديالو يعني كان عنده اصل تجاري وكان عنده خدمته متابع قناه شوف تي في عنده واحد الماتيريال ديالو هنا لكن 4 سنين هو عايش غير في الزنقه كاين الناس خسروا على ولادهم 100 مليون 200 مليون 300 مليون كيتمناو غير يجيو يدخلوا للدار حتى الا ما كانش فيك الايمان عطيه غير السطح فما بالك الا حيدتي له السطح عندي نص هنا تما ومايا انا كاع نديش انا الدار انا عندي النص هنا خصو يعطيني عندي النص انا ديالي هنايا عنده حقه تما هو اللي باين عندك نص سنه ماشي شي سرجم ولا كراج
الكراج هذاك ديالي الداري با سميتو وكان دي نص دابا انت اش عايش بالزنقه علاش خرج لك من هاد الدار انا خايا هادشي كله المخزن ديال هاد التازه ما فيه الدوشة الحكومه وكذا تخرويت بعد بلان 32 مليون تهرشوا على خوك ثلاثه دخلات عندي غير ظلم ولا لا البلان ها هو كيفاش دار هو المخزن فوق تما هو مشى دار شي حاجه على حساب خاه كيلقى البيبات بالليالي السابقه كيجي ما عندهم ما يدير ملي كيجيو تما فين كيلعبوا تما فين كيلعبوا من الكراج الى الدور الدور المغرب ملي كيجيو للكراج كنت كتخيط هما كيقول لك يلاه تمشي معنا كتمشي معنا كيسيفطوك للحبس معليش معليش والله ما هذا ما هذا كنمشي للحبس الى معليش معليش هيا شوف ما بقيتش كنجي للدار اربع سنين ما دخلتش للحبس ما بقيتش كنجي للدار معليش 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 انا ثلاثه دخلت الحبس على هاد الدار وغير في الظلم انا اربع سنين ما بقيتش كنجي ما بقيتش كنشد الحبس وفرد ديال الحشيش وفر هاد التخربيط دابا اللي ما عندنا حتى ريال ما بيعوش الحشيش ومن كنا في الدار كنبيعوا الحشيش دابا بيني وبينك دابا هذه حاله ديال شي واحد كيبيع الحشيش واش اللي كيبيع الحشيش كيباس برا واش اللي واش كاين اللي كيبيع الحشيش داير هكا لا هو كنت دابا انا مثلا كندير شي حاجه هادي اربع سنين كرينش شديت ها وداك الساعة انا كنجيب لك الوراق 2015 2016 2017 تلاصقين دخلت للحبس متلاصقين هادشي راه ماشي حبس انا كندوز هادشي راه غير ظلم دابا انت عندك حقك في هاد الدار خرجت منها الاخ ديالك وجوج عندي جوج دراري ولاد كبرهم عندك الولد راه في الداخلية كيقرا الداخلية فين جاي في الداخلية هنايا في تازة في تازة واه دار الطالب الولد عارف هادشي سامع على هادشي الولد كيقرا في واكل مازال ما عارف والو الولد مدخل عليه الدواكل المالكة والبنت ما عرفتهاش البنت هذه سبع سنين اللي جرى لي المراه وجرى على المراه والبنت بنت غير صغيره هي صغيره ولكن ما بقيتش عارف نفرها علاش بنت صغيره ما بقيتش عارف نفرها ودابا الانسان باش يوصل بين المرحله ما يعرفش ولادو فين كاينه راه حاجه انا الصراحه والله الا كنهضر معك دابا الدم ديالي كيتغلغل حقاش بقى في هذا الانسان كنعرفو مزيان يعني ماشي حشومة داك الوليدات داك المرأة هما تا هو نقولوا يعني راه دوز الحياه ديالو الحياه ديال هذوك اللي كتسنى شنو كتسنى انت مدري باه كيدخل الحبس وعمو مجري عليه وهو في الخيريه شنو بغيت يخرج لك شنو بغيت يخرج لك هذا الدري هذا هاد البنت هذه اللي عمرها 10 سنين وما عارفاش راسها فين راها شنو بغيت تخرج لك تبغي تخرج لك استاذه طبيبه ما يمكنش مجتمع بحال هذا راه كينتج غير اجرام كنتي غير اجرام الدري هذه خرج كدا دي شوف باه في الحباسه طلع بنادم حاقد ما يحقدش الا وقف على بنادم شي سيافه ولا يقول له حن فيا شكون حن في داك الدري باش يحن فيك هو هذا هو هذا الشيء علاش كتصنع الاجرام حتى الجهل والفلوس كيصنع الاجرام شي شنو باغي نوصل لك سكتينا يا اخي سكتينا قصتك غريبه عمي الحسن كيدخل من الظلام مسكين ماشي تهدا كنت نشدو كتشدينا شحال هذه من كنا 20 عام عمرنا في كازا في طنجة في مراكش ما خلينا سابلس عمرنا وقعدنا شي حاجه ولكن السبب هي هاد الدار وهادشي كله هو هاد الشباب العزيز بغا ينصب على هاد الدار كله بداها بورقه الهيبه هاد النصيب وكملها بالشفا اش تقول نصب بحال اش نصب نصب عليا بداك ورقه الهيبه انا ما كنعرفش الهيبه هو دار لي الهيبه باش انا نبني الدار الهيبه ما واكلاليش ها وا فيها تراجع ولا ما فيهاش ولي انت راك واريس في الدار ولا ولا كيف راه دورت ولا انا عندي النص في الهيبه باش بنيت انا الدار هاد الهوا عطاوها لي خاويه انا هاد الدار هادي ومشات رزقي مشات تسمنات هنايا ودابا لا باك مازال حي وخا با مازال حي ويقدر ويقدر يقدر الاخر يقدر ما يعرفوش يقدر دابا داك الا جينا نشوفوا هاد الدار نلقاها في السميات داك الشباب العزيز بالتزوير بالتزوير بلا كتابه هو راه كيزور السميات زوج السميات دور قلنا السميات الا نقولوا للشباب تاع جي الشفر عارف راسه معليش معليش بلاش حقيقه كيقول الحقيقه جا شفرني انا راه مدمي شفر فيا دابا انت اربع سنين وانت كتنا صغير فين دابا كتفطر دابا انا كنفطر دابا حاليا في هذا الغيسه ملي كنبغي نكون دايز من الطريق سكت لك باراج البوليس كنفطر مع داك البوليس كتجلس حداهم لا هما دريت البوليس كيعاونوا في الماكله فصدق او لا تصدق متابعي قناه شوف تي في العواشر هذه ورمضان هذا وعيب وعار اقولها عيب وعار ان اخوك تخليه عايش في الزنقه وانت راك في اوروبا مجوج عنده الدراري مشرد حتى هو عنده الدراري اي انا وعندك الدراري ومشردين واه دابا المشكل فين فين قاضي الدماغ قالت ليش انا على راسي راسي ما يهمنيش ولكن داك الدراري فراه والدار انا اللي بنيت راه هو ما يهديش هاد الدار هذه 130 متر تحريف في الخياطه خيا خياطه انا وكنا في القدس الاول بلوك السعود راهم كيعرفوا الناس كاع الدوار ميكا قديم انا ولد سازه وبيد داك البلان ملي سيفتنا لفرنسا 2001 بان داك الدار تما
20 مليون 50 الف ريال. جينا شرينا 50 الف ريال وبنينا السفلي وبقينا ساكنين فيه في 2005 جا هو ضرب 3 سنين وجا. هذيك هي رهنا حنا السفلي وعطينا 7 مليون. دابا انت ما بعتيش حقك في الدار. ما بعتش انا. واحد ديك 7 مليون في الصندوق 7 مليون 7 مليون حقي. لا لا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. انا 7 مليون حجزت عليها المحكمة. كنت راهن واحد السكنة الفوق ديالي شي 8 ونص. حكمت عليا المحكمة دارت لي النص وهي غير الكذب على ديك المحكمة. لأن علاش الإدارة الإنجليزية لي الورق هما داروا لي النص أنا ما عنديش النص. شوف شوف التهمة اللي كان اللي كان اللي كنوجهها لك داك السيد. لا المحكمة ما غاتكذبش عليك. شوف التهمة اللي دخلتي بها. كاينة الزوير راه مزور. أنا بهذه الهيبة جليزيت الكونترا مع موالين الرهينة ياك عندي حقي في الدار. ولكن ملي مشى الوالد شهد الزور شهادة الزور هذيك عند البوليس. دابا لو كان يتابعوه قانونيا راه الوالد خصو يمشي للحبس وخا عنده ديك 90 عام. ولكن انا ما نسابعوش راه في الحبس هو في الحبس في الدار عام هذه بزياده ما خرج. قصه غريبه ولكن هي داروا لي بان انا المحكمه ردتني انا اللي ناصب حكموا عليا ب 10 المليون و100 والزياده خلصتها. داو 7 المليون من الصندوق كملوا الثمن الاخرى كان عندي في البنكه سنيت لهم عليها. دابا انت 4 سنين في الزنقه. 4 سنين وانا في الزنقه. نعس غير في الزنقه ومازال غاتنعس في الزنقه. الدراري وهما مازالين في الزنقه. الضربه اللي هنا ديالها هذه الضربه تضربت مع الاصابه على حسابه في فاس 2008 هو يمكن بغى يزطمني شي اصابه نتغسل ذاك الساعه. تضربتي منه. تضربت منه هنا حتى لهنا بالسيف. على حسابك. بالسيف. بالسيف. بجوج بهم. جيت بنك المغرب ديال فاس. ديك ساحة فلورنس. مع جوج ونص الليل. كنا بالطونوبيل اكات وكاين هنا الطونوبيل اكات اودي فيها البياس كي كيجيبوا هذيك البياس ديال الالكترونيك كيشفروا شي التليفونات اللي قلنا كيكونوا سكرانين وكذا كيجي كنا نبيعوا في قيصريه ديال العلج انا ما عرفتش هذا الشيء هذا وكان كيجيبوا هذاك ليموجين ولكن من بعد ملي خممت انا لان انا حلو خيتو كنت كنستعمل الدواء انت كنتي كتمشي تبيع هذا الشيء كنت كنمشي معاه انا لان انا ولدت انا كتشوف شنو كيبيع هو واه شنو كيبيع لي بومباك ليموجين واه وداك القيصر هذا بحال اللي كنت انا كنستعمل الدواء مريت شويه في الدار ديالي فهمت ما بين 2006 2007 تجوزت قلت انا عندي النص في الدار تجوزت وتجوزت 2013 وقع لي المشكل مات الوالده ولا بغى يدي الدار بقى لي ولكن هو راه مخطط بالهيبه غادي ينصب عليا في 2005 دابا انت لقيت راسك في الزنقه دابا راني في الزنقه 4 سنين ومازال نزيد نكمل حتى 40 عام كاع دابا كاين خير ان شاء الله فانتم كتسمعوا متابعي قناه شوف تيفي القدس 3 وما يحدث بالقدس 3 كنسمعوا على القدس والقدم ديالو وكنسمعوا على انا دابا هذا العام كنسمعوا على القدس الرياضي تزيد الكره هز لنا راسنا وليني باش نجي نسمعوا هذا الشيء راه قاصح فمتابعي قناه شوف تيفي تحيه للقدس فرا لا لاعب لاعب لا لاعب فمتابعي قناه شوف تيفي اللي هادشي اللي سمعناه خطير اش دابا كتطلب اش كتطلب يا اخي انا كنطلب حقي في الدار ولاو يرجعوا للدار ما بقاش متشردين في الزنقه وجميع الحوايج ديالي اللي داو لي المواكن كذا خصنا نرجعوا لي المواكن يعني كاين حوايج كنايا حوايج المواكن ديالي والحوايج ديال اللباس حوايج ديال الدار باش كنت كان ما ديت حتى حاجه انا من الحبس راني مازال على برا انا 4 سنين اللي داوني من الحبس داوني المره الاولى والجاو جاو الثالثه ما بقيتش نرجع للدار ما بقاش كيشدوني في الحبس فهمت 4 سنين دابا ما تشديش في الحبس علاش ما كنجيش لهالدار كنت كنجي لك راني في الحبس كنكي شي على الدار كان شي ديكلاراسيون الكذوب يعني يقدروا يكونوا كيحطوا له شي حشيش وشي حاجه كيحطوا لي ما والو كان البوليس كيشدوا الفلوس كيجيو يديوني هذاك البوليس كان عارف الكراج البوليس كانوا كيجيو يديوني من الكراج غير ظلم والله ما هذا ظلم بالله دابا المواكن ديالي والتسوب ديالي وكل شيء راه البوليس ما كانش يديك الظلم الا راه كيلقى عندك اما كونسوماسيون ولا كيديوك الظلم وكيلعبوا لك اللعبه داوني من الكراج ملي شفت الوكيل العام القرار صرت بان خينا شدينا في الشركه كيتسجل في المخدرات وهي والله ما عاد ظلم وراهم كيعرفوا راسهم هذوك اللي كتبوا عندك قلنا شي سميه متابعي قناه شوف تي في لا فمتابعي قناه دابا شد حقي منهم فمتابعي قناه شوف تي في قصه الحسن نتمنوا ان شاء الله الاخ ديالو انه يشوف هذا البث المباشر ويحاول يعاونه ما تخليش ينعس في الزنقه فين دابا انت كتفطر فين؟ فين كتفطر فين؟ تفطر يا في الزنقه مسكين في الزنقه فين بس في الزنقه غادي ندوز عندك مع الوقيته ديال المغرب ديال الجرده ياك شد النمره ديالي صافي صافي فمتابعي قناه شوف تي في انت غتفطر في دارك وانت كتعاين 56 دقيقه باش تفطر كلشي كيعاين وقيته الاذان وهذا السيد غتشوفوا فين كيفطر نتلاقاو مع السبعه متابعي قناه شوف تي في السلام عليكم